مشاهدينا الكرام، متتبعي موقع هيبا بريس، الفريق ديال هيبا بريس حط رحال باوروبا وبريسيزامون في مدينه لياج البلجيكيه، ودائما في اطار برنامج مغاربه العالم. اليوم غادي نقل لكم نموذج من الجاليه المغربيه القاطنه بهذه المدينه. هذه غادي نرافقوا واحد العائله مغربيه اللي غادي نعيشوا معها لحظات من الحياه اليوميه ديالها. بقوا معنا، غادي نتعرفوا بعد قليل على يوسف. بك على موقع هيبا بريس وبرنامج مغاربة العالم، اللي من خلاله اليوم غادي نتعرفوا عليك، غادي نعيشوا معك واحد ان دومي جورني، واحد شويه من الحياه ديالك هنا في الغربه. عرفنا عليك. مرحبا بكم عندنا في مدينة لياج. الاسم يوسف مباركي، من مواليد 1972. جيت هنا لبلجيكا كان في عمري بلوزي موا 18 سنة، واشتغلنا يعني في عدة محلات، يعني في امبوشخي، خدمت امبوشخي مع رجل اختي هنا في بلجيكا، حتى هو ان كوميرسون. حرفة تاع تاكزارت. نعم، جو في تاكزار، يعني دو فورماسيون من الاول، خدمت معاهم ونا كي تري بون اكسبيريونس. ودابا الحمد لله هذه واحد قريب 15 سنه فتحت المطعم ديالي، الحمد لله خدامين مزيان، وسمينا له ديليز دو ماروك، دونك يعني كنديروا فيه دوك الشهيوات المغرب، طاجين، كوسكوس، اتاي المغربي، الشاي المغربي المعروف، واطباق اخرين يعني. والحمد لله يعني طورنا المجال. دخلت هنا للمدرسه في واحد ليكول هنايا نتاع لا ريستوراسيون، و يعني جي اكي هذا العام، هذا السنه هذه، لو ديبلوم دو ماتر دوتيل، دونك قريت 3 سنين تاع القرايه، ونا كي بوكو ديكسبيريونس، ويعني تجارب اخرى، والحمد لله يعني دابا يعني اخذنا حوايج جدادين غادي ان شاء الله نطورهم في المطعم ديالنا بحول الله. انت يوسف عندك وليدات؟ اييه عندك وليدات، تبارك الله. عندي 5، تبارك الله. الاسماء ديالهم؟ عندي سامير كي 17 ans، تبارك الله، ساميه، عبد السلام سميته على الوالد الله يرحمه، سميته عبد السلام يا جماعه المسلمين، ومراد، والاخيره الصغيره عندها 6 موا لينا. يتربى في عزك ان شاء الله. بارك الله فيك السي علي. شكرا. كما قلت لنا باللي من بعد ان شاء الله غنمشي نجيبهم من المدرسه، يبي غتجي لي فوت داك الشيء، وهذا يعني كاين واحد لو ريتم ديال العمل والبيت، يعني كنحاولوا باش نوفقوا ما بين العمل وما بين الدراري والزوجه، يعني كان باش يعني كي كل حاجه خصك تعطيها وقتها. دابا الخدمه عندها وقتها، الدار عندها وقتها، والدراري حتى هما عندهم وقتهم، يعني كننسقوا الحمد لله، وكل على ما يرام الحمد لله. اذا غادي نمشيو ان شاء الله نجيبوا الاولاد من المدرسه، ومن بعد ان شاء الله غادي ان شاء الله. مرحبا سيدي، يلا سيدي، تبارك الله. الدراري دابا باش نتغداو، ودابا مدام هي كتوجد في الغداء. هادو هما الوداد ديالي، باقي عبد السلام المغاري يجي يجلس، عبد السلام، سي مراد، لينا، وساميه، وكاين واحد ما كاينش معنا، سامير لو غون، الى 17 ans. جوستومون بارون 17 ans، شوي فني انا اون بلجيك، جافي بلوز موا 17 ans، جيت من المغرب. والحمد لله خدمنا، ويعني بذلنا واحد المجهود كبير باش الحمد لله توصلنا فين حنا دابا، ويعني بفضل الله يعني وصلنا لواحد المرحله اللي هي مزيانه، يعني استقرينا ودرينا وليدات ديالنا،
دابا كنوقفوا معاهم كما وقفوا معنا والدينا. انا جيت سيدي في 1990 جو سوي فيني 1990 دابا راه في عمري 44 سنه كنا باقيين صغارين يعني هذاك الوقت ويعني بذلنا واحد المجهود كبير في ديك الساعه والحمد لله دابا استقرينا ودنا وليداتنا وكنكبروهم وكنوقفوا معاهم. هذه سي لا ديغنييغ سي لا توت بوتيت لينا على تبارك الله 6 موا هي كضحك مع بابا ياك فوالا. هذا الدسيس اي يا سيدي علي التاي المغربي تبارك الله فين ما مشيتي ضروري ضروري ويعني مميز يعني ما كانش شي واحد وهذا انرجي هذا ديال هذا تاي بركاني بركاني خاطر ناس بركان كاملين. تفضل سيدي علي. الله يحفظك بارك الله فيك. راه حتى البراد جبناه من المغرب هذا العام كنا في المغرب في العطله راه حتى هو مغربي. الصناعه التقليديه ديال المغرب. الصناعه التقليديه انتم تبارك الله على المغاربه ديالنا كاملين. والله يعني نمشيو نمشيو نرجعوا البلاد ديالنا ولا بد كنبغيوها وكان يعني حنا من بعد هذا الكاس ديال اتاي غادي نوصلوا للدري اييه ان شاء الله يعني هذه ديال نشربوا المحطه الاخيره نشربوا هذا الكويس ديال لاجوني هو ضروري نعم دابا الكاس ديال اتاي هو لابد منه باش منه كيرد المزاج دابا ان شاء الله غادي واحد 10 دقائق ندوي عبد السلام ان شاء الله لغفسيليا يجي يلعب الكره دي زونترينمون فاتي في 3 فوا سيمان اونترينمون لو سامدي في ماتش اون بليس دو تو سا عنده واحد الموهبه يعني كيفاش درت اكتشفته. انا دائما كيعجبني القروش دائما ملي كنت صغير كيعجبني القروش كنشوفه كنتفرج فيه كيعجبني يعني مع ممثل المغرب ما شاء الله مع نيت تاع انا بركاني هو بركاني يعني هذاك التمثيل اللي مثل المغرب عجبني والله عز وجل يمكن هذا عطاه واحد القدره يمكن الله اعلم يرجع لنا نوفو قروش نحيو السي القروش من هذا المنبر بطل العالمي ديالنا. مشى واحد النهار داروا اون كومبيتيسيون في الدراري هنا في ليكول وين زيتي بلو دو 680 و انا ما عارفش بلي الدري ولد ديالي يعني كيجري مزيان وداك الشيء ما عارفش اول مره عنده 60 اونس لاني باسي اون فوا كي زون في ديك الجرا زيتي 680 اونفون يا في دي 8 اون دي 9 اون يعني مخلطين ماشي هو داك الساعه عنده 6 اون ودمي ملي زون كوري هو جا الاول اي لا بروف اي تي تري تري كونتونت قالت لي فريمون جو سوي كونتونت عبدال الا في سا الا في سا دو لا عطاوني واحد الورقه سجلته في واحد لا كومبيتيسيون عاود جا الاول ودابا الحمد لله راه سجلنا في واحد لو كلوب داتليتيزم وكنتبعوا معاه الكره مع عنده ما شاء الله دي سوفل اي ونطلبوا من الله عز وجل التوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وانت انت اونسيان سبورتيف اي انا لعبت الكره مع الكوديم كانت عندي 9 سنين دخلني في المغرب الكوديم نادي المكناسي يعني كوديم دخلني الاخ ديالي مبارك اليماني كنحيوه حتى هو الاخ ديالي سي ان اربيتر اونسيان اربيتر انترناسيونال هو اللي كان دخلني الكوديم ولعبت معاهم واحد دوزون ملي كنا صغارين يعني لو سبور سي دون لي جان سي دون لا فامي. واحد ولد اخاي ديالي حتى هو سي ان اربيتر عوده انترناسيونال الله يرحمه مسكين يعني يعني في الدم كما نقولوا لو سبور سي دونك الحلم ديالك سبورتيف يعني لو غيف ديالك سبورتيف بغيتي دابا تحققو وتعيشو في وليداتك اي اكزاكتومون ان شاء الله نتمنوا عندنا واحد الامل كبير في عبد السلام لان انا كما قلت لك جو نسافي با باللي كيجري بصح ملي شفتو مور هذاك لا كومبيتيسيون اللي داروا في ليكول يعني جو فوا كو عنده دي كاباسيتي بور دوفنيغ ان شاء الله ان شامبيون اولمبيك اي لا كو 7 ans et demi دونك جو لو دي بيان il a que 7 ans et demi inchallah
سي لو ريبريزونطون ديال المغرب ان شاء الله في الاولمبيات ان شاء الله. كديتو المغرب ماشي بجي ديال المغرب ياسر، حنا مغاربه ونبقاو مغاربه واخا سي علي واخا نجلسوا 600 عام. انا راه عندي دابا 27 سنه هنا في بلجيكا، ولكن راه المغرب في القلب. راه ما كانش واحد العام ما كنهبطوش للمغرب، كنجلسوا على الاقل شهرين. مشينا جلسنا شهرين عندي الدار تما الحمد لله، شرينا الدار في المغرب، يعني جلسنا مع الوليدات دو موا ومي كنرجعوا ما كنسخاوش المغرب. يعني بحال ما قلت مازال خصك مازال خصك ما كنشبعوش الحمد لله بلادنا غزاله. وان شاء الله راني كنقولوا ديسي كالكو زاني قريبا ان شاء الله ندخلوا نرجعوا للبلاد ان شاء الله، نستقر عاود في المغرب ان شاء الله، كبروا شويه الوليدات ونرجعوا للبلاد ديالنا اللي هي غزاله وزيدا ما شاء الله وكتظاهر الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله. بحال اللي كنشوف راسي انا كنلعب يعني واحد الحماس وكنشجعوه، يعني كنفرحوا ملي كيلعبوا لي ماتش وكيربحوا داك الشيء، يعني عاوده واحد افتخار يعني واخا باقيين صغار، يعني كاين داك الفرحه وداك انا فوا كنلعب مع واحد الفرقه يعني ربحوها فرحنا معاهم صافي بليزير. وانت ملي كنت صغير دابا ما كانش هاد لي زانفراستركتور دوماج، يعني ما كانش هادو الدراري هاد لا جينيراسيون دابا اللي طالع الحمد لله عندهم. انت كتشوف لي بو تيغان سانتيتيك على صغارهم وداك الشيء، يعني سون سيفي وهادي، ولكن عاوده وقت اخر هذيك، يعني حنا بكري كنا كنلعبوها في الحمري وداك الشيء، حتى هذاك سيت ان اوت شارم يعني عندها البنه ديالها ولا شارم ديالها حتى هي. دابا عبد السلام دير الحمري كيفاش؟ محافظ جميع الطاقم ديال الهيبا بريس وجميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وإلى إن شاء الله الله يلاقينا في ساعة الخير. هذه حلقة من حلقات مغاربة العالم. كان النموذج ديالنا مع سي يوسف المباركي اليوم، عرض علينا لدارو، عشنا معاه لحظات مع وليداته مع العائلة ديالو في العمل ديالو. Voilà, donc on se retrouve inchallah la semaine prochaine avec une nouvelle émission ou حلقة جديدة دائما مع هيبا بريس ومغاربة العالم. اللي بغى يشارك معنا في البرنامج ديالنا بيان سور ممكن ليه يتصل بنا عبر الارقام الهاتف الموجودة على الشاشة اي اوسي فيا البريد الالكتروني اللي غادي يبان لكم في اخر البرنامج. كنشكركم بزاف، وها هو علي معكم كيقول لكم من لياج. سلام عليكم، مع السلامه.